طيب القائد العام للقوات المسلحة وأنت وزيرا للدفاع والأخوة ولديكم تشخيص ولديكم رؤية ولديكم دليل، إذا لماذا لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة في حينها بعد أن أخبرتموه أن هذه الأطراف هي التي صنعت الفوضى وبالتالي اتخذ لها قرار؟ ليش ما اتخذ السيد عبد المهدي قرار ضد هاي الأطراف؟ أخي أستاذ نجم أضرب لك مثل آني. أي. خالية الأزمة تدار من قبل وزير الداخلية. إجا اتصال قالوا أنه رئيس الوزراء يعني يريدني كوزير دفاع في خالية الأزمة. رحت إلى خالية الأزمة لقيتهم داخلين قبلي تقريبا بعشر دقائق. نعم. يتحدثون على إنزال. وين إنزال؟ على إنزال بالطائرات. هاي 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 أثناء المظاهرات في شهر العاشر. يتحدثون على إنزال بالطائرات. فإلى أن خلصوا الشرح من الإنزال بالطائرات أنا سألت إنه هذا الإنزال وين؟ على من؟ قالوا الإنزال على المطعم التركي. يعني حتى أنا بقتها دولة رئيس الوزراء جنبي قلت له يا دولة الرئيس يعني تركوا المطعم التركي، تركوا بما فيه. يعني ماكو داعي نعقد الموضوع أكثر. فخرجنا بقرار إنه وطبعا شرحت له صار شرح فني إنه هذا الإنزال إذا حدث وأي طائرة تروح على المطعم التركي توازن الطائرة كقضية فنية تم شرحها ما بدي أطيلها عليك إنه أولا اللي موجودين من المدنيين فوق المطعم التركي في هواء الطائرات صحيح راح ينقذفون من الأعلى. الشيء الثاني أي حركة للطائرة يمين أو يسار راح تسقط، فسقوطها راح يقتل لنا 500 إلى 600 شخص متظاهر. بدل ما نحل الموضوع نعقد الموضوع. وكان هذا الإنزال بسبب أنه وجود بعض المسلحين في المطعم. فخلص الاجتماع طلعنا من الاجتماع أنه ماكو شيء، يعني هذا الواجب ما راح يتنفذ. الساعة بالثنتين بالليل اتصل بي قائد طيران الجيش آنذاك فريق أول حامد عطية وموجود هسه ويسمع صوتي. نعم. اتصل علي قال يعني مع الوزير احنا عندنا واجب بإخراج سبع طائرات نقوم بإنزال في ساحة تحرير المطعم التركي. يعني جاء تبليغ سبع طائرات بإنزال على المطعم التركي. نعم. نعم. قلت له أخي هذا الموضوع اللغة يعني أنا كنت حاضر بالاجتماع يعني في الجلسة الموجودة ولغينا هذا الموضوع ما صار يعني. فماكو شيء احتمال ضابط الركن اللي بلغك ما كان واصل له انه ما راح يتنفذ. رجع ورا ربع ساعة خابرني تقريبا صار الثنتين وربع بالليل. قال سيدي الموضوع تنفيذ. وخابرني فلان وهو ضابط برتبة كبيرة. وقال لي تنفذ. بسبع طائرات وفلان جهة هي اللي راح تقوم بالإنزال. قلت له هاي كارثة انتظرني أستان أرجع لك. اتصلت في حين بدولة رئيس الوزراء حقيقة ما حصلته. مباشرة اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية دكتور برهم. الرجل فخامة الرئيس مباشرة جاوبني. قلت له فخامة الرئيس الموضوع كذا 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 بصفتك القائد الأعلى للقوات المسلحة. قال اتصلت برئيس الوزراء. قلت له والله اتصلت بي ولكن ما حصلته. الموضوع انه بعد ساعة ونص التنفيذ. قال أجل الموضوع يعني حتى لا يكون كسران أمر للقائد العام للقوات المسلحة. يعني أجل التنفيذ. طبعا أجل التنفيذ ما معناه يعني ألغي التنفيذ يعني ألغيه. أي هو أجل يعني ألغيه. حتى إحنا بالمصطلح ما نقول إنه كسران أمر للقائد العام للقوات المسلحة وإنما ترى يثبت التنفيذ لأن نتكلم مع القائد العام. زين. شلت التليفون على قائد الطيران الجيش وقلت له اخويا تاجيل التنفيذ الى حين ما نتصل الى دوله يعني رئيس الوزراء قائد العام القوات المسلحه وراح تصدر اوامر بعدين بداكش.